اسعد الله مساكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقه جديده من برنامج سلامي الكويت عبر شاشه تلفزيون الكوت. الابداع ما يعرف عمر. هل طلبتنا في الروضه عندهم ابداع؟ هذه الفقره راح نخصصها لهذا الموضوع ولكن بعد ما نشوف تقرير من بعده نشوف ضيوفنا في هذه الفقره. خلينا نشوف التقرير ونرجع معكم. كانت هذه لقطات مشاهدينا لحديقه روضه الوفاء ومثل ما شفنا هذه اللقطات يعني تم الاستفاده باعاده تدوير كثير من الامور لتجميل وتزيين هذه الحديقه. رحبوا معي بضيوفنا في هذه الفقره بدايه الاستاذه زينب العلي مديره روضه الوفاء مساك الله بالخير يعطيك العافيه. الله <applause> وايضا الاستاذه حنان دشتي معلمه واعلاميه مساك الله بالخير يعطيك العافيه. مساك الله بالنور الله ابدا مع استاذه زينب بدايه يمكن موضوع الروضه واطفال الروضه كثير من الناس يجهلون دور الروضه ودور المعلمات في الروضه يحطون ببالهم ان الروضه فقط يعني اغاني ورقص وناسه بس يقعدون هالثلاث اربع ساعات ويردون بيتهم. شنو تعليقك بدايه على هالموضوع؟ بداية اعتبر ومو بس انا اللي اعتبر هي مرحلة رياض الاطفال هي مرحلة النش البداية للسلم التعليمي حق المراحل التعليمية كلها. هم أه يقصدون ان بالروضة ما في ابداع. ما في ابداع م. بالعكس الابداع هو يبني يبدي بالروضة لان الطفل خامة تقدر تشكلها تقدر تستغل الناحية اللي عنده الفضول ناحية الإبداع الخيال عنده وتطور منه وتطلع منه الإبداع يعني مثال على ذلك إحنا أساساً برنامج الروضة من بداية اليوم الدراسي يعتمد على برامج تثقيفية برامج ترفيهية برامج إبداعية تتواصل معه طول اليوم وهني دور المعلمة صراحة دور م. المعلمة لما شلون تعرف تطلع الإبداع عند الطفل قبل لا نأخذ المعلمة يمكن هم م. بعد أستاذ حنان معلمة أنا سؤالي ذاك كان يعني من وحي الخيال بداية الحلقة طرب بالي يعني ما م. كان حتى من ضمن م. الأسئلة صحيح. ولكن شلون نحفز أبنائنا الطلبة الصغار على العمل الإبداعي بداية من الروضة أستاذ زينب حلو ممتاز سؤالك هذا رحت جاوبك عليه استاذه حنان لكن انا اجاوبك عليه من دوري انا كمديره دوري انا كمديره اني انا احتوي واحتضن المعلمات منا واعطيهم اخلق لهم بيئه ايجابيه بيئه محفزه حق استقبل منهم الابداع شنو افكارهم شنو عندهم اعطيهم مجال هني لما انا اريح معلماتي اعطيهم فرصه ان الافكار الابداعيه كيف يطبقونها بالتالي إه هي دورها مع الطفل فانا اعتبر دوري انا انتهى مع الطفل لما كنت معلمه نعم. الحين دوري مع معلماتي توجيه للمعلمات التوجيه للمعلمات واخلق لهم بيئه واعطيهم فرصه نعم. يفترض دائما حق المعلم تعطيه فرصه حق الابداع تعطيه مجال تاخذ منه الافكار وت وتعطيه مجال انه يطبقها بعيد عن المنهج احنا ما نتكلم عن منهج صحيح. ممكن حتى يبدع في المنهج اكيد المدير في المكان اذا ما يعطي مجال للموظفين او حتى كمديره للمعلمات، ما راح يكون في ابداع اذا ما تسمعين حتى منهم. صحيح. اكيد تسمعين منهم واكيد تعطينهم. بالعكس انا يعني انا وزميلاتي يعني وايد عندنا في والزملاء يعني آه نبي الافكار الابداعيه اللي نعم. تخلق آه لنا صراحه هالجيل هذا المبدع. جميل، يمكن الاستاذه زينب يعني قطت اغلب الحمل عليك كمعلمه في موضوع تحفيز الابناء في الامور الابداعيه وشلون نطلع الإبداع منهم، شلون طلع استاذه. انا وانت معلمة ومعايشه يعني هالوضع وياهم. طبعا بالنسبه يعني الموضوع هذا انا اتكلم يعني مثل ما تفضلت الاستاذه المديره بخصوص اللي هو دور المدير في انه يحفز المعلم او المعلمه بشكل يخلق منها معلم منتج بالتالي هي سلسله مترابطه ما بين بيئه يعني محتويه للابداع تؤثر على المعلم او المعلمه المنتج بالتالي يؤثر على الطفل فهي مثل سلسلة متى ما وجد المعلم أو المعلمة وجد الراحة في إدارته أو في المكان هو اللي يعمل فيه أنا ما أتكلم, أتكلم حتى على مستوى الأعمال الأخرى أو حتى الوظائف الأخرى <applause> فبالتالي النتاج راح يكون يعني أكيد شيء إيجابي إذا وجد الراحة ووجد احتضان لأفكاره لأعماله حتى هواياته ومواهبه يحتاج غرس الروح هذه بالداخل. بالضبط بالضبط <applause> استاذي ني حق الشقه اللي هو يتعلق فيه دوري انا كمعلمه طبعا ملاحظه المعلمه اثناء الفتره احنا عندنا فترات في اليوم الدراسي تنقسم من بدايه الدوام الى اخر الدوام اغلبها تكون يعني ما بين معلمه الى عفوا معلمتين الى ثلاث او اربعه داخل فصل دراسي واحد عندنا مجموعه معينه من الاطفال ما يتعدون 15 طفل الى 20 في بعض الاماكن اللي اذا كان فيها ازدحام يعني <applause> آه فخلال هذه الفترة ملاحظة المعلمة، توزيع اليوم الدراسي بينها وبين زميلتها في إنها تتابع الأطفال آه حتى آه طريقة مثلا الدرس أو الشرح نفسها نكتشف الطفل اللي يكون مبدع أو حتى اللي يكون عنده حس إبداعي من خلال أسئلته نلاحظ في أشياء في أشياء <applause> دور الملاحظة يلعب دور كبير في هالموضوع. ف <applause> المبدعة هي أساسا المفروض هي الملاحظ رقم واحد هني تستنبط من بين الاطفال من هذا الشخص اللي ممكن انا ازرع فيه او اعطيه المجال الابداع كلمات التشجيع لها دور كبير رقم واحد في ما بين المعلمه والطفل بالاضافه الى اسناد بعض المهمات للاطفال نفسهم خاصة في بعض الأركان احنا يمكن هذه المصطلحات معلمات الروضة أو بيئة رياض الأطفال هو أكثر يعني استيعاب لها لفترة الأركان 40 دقيقة دائما تكون محببة للطفل، ليش؟ لأنها تنقسم داخل الفصل الدراسي إلى تسع أركان، تحتوي تقريبا مجموعة من الـ نسميها الاعمال او الاشياء اللي يمارسها الطفل يستمتع فيها في حياته هذه بدايه الدوام؟ لا هذه تكون بالوسط بالضبط بالوسط. بعد الحلقه اللي م. هي الفتره التعليميه, التعليمية. هذه نعتبرها هذي فتره سي... نقاهه يعني سكون. لا هذه فترة, فتره عمليه م. عمليه حق م. اللي خذاه ومنها يمارس الطفل يستمتع عندنا ركن الحاسوب يرتبط بال آه عندنا ركن الفنيه آه في مشاريع في شغلات في يعبر الطفل ويسوي اللي يبيه هناك طبعا مع ملاحظه وتوجيه المعلمه، عندنا ركن العلميه اللي هو في تجارب وفي اشياء في شغلات ثابته وفي شغلات تتغير. مختبر يعني تقصدين؟ آه نوعا ما مو مختبر، آه شغلات كلها محسوسات وبعض مم. التجارب العلميه اللي الطفل يحس فيها قريب من ال... الماده العلميه اللي درسها في بدايه اليوم الدراسي في اول اليوم. نعم. فهذه البيئة بشكل عام البيئة المدرسية هي اللي قاعد تخلق بالإضافة إلى مثل ما احنا تكلمنا في البداية دور المعلم أو المعلمة بشكل أو بآخر المعلمة أكيد لها نظرة بالنسبة للطفل وشنو ممكن يكون هل مبدع ولا ما هو مبدع وأيضا شنو نوع الإبداع اللي يكون عنده أنت كمعلمة أستاذة زينب واليوم مديرة روضة شلون تعرفين الطالب المبدع وشلون تعرفين اتجاهها بالابداع وين وين ممكن يبدع الطالب؟ طبعا هو دائما الابداع الشيء الغير تقليدي الغير عادي يعني يكون اللي انت تطلع الفكره او الشغله البسيطه تطلعها بصوره غير عاديه او مه. مثل انت تعطي رتوش حق صوره ما فيها الوان انت تعطيها الوان ف دائما احنا نطلب من <applause> معلماتنا ان من بدايه العام الدراسي من بدايته هم في هالفترات هذه يراقبون طبعا المعلم المعلمه هي ملاحظه حق الاطفال بي. تشوف عمل الطفل هني طريقه طرحه للاسئله، طريقه مشاركته يبين ان الطفل عنده ابداع في هالناحيه، عاد هني ناخذهم نضمهم ناخذ اسماء الاطفال هذول نضمهم حق برنامج الاطفال الموهوبين نعم. هذا ينعمل له برنامج خاص. مع ان تابعت. مع متابعه الباقي الاطفال لكن هذول يصير لهم برنامج برامج مكثفه تكون حق المبدعين حق الموهوبين فيهم ايه؟ يعني من موهبتهم اكثر مم. دور المعلمه مع الطالب هل يقتصر هذا الدور فقط على المعلمه ولا الاسره لها دور في تنميه موهبه الولد اللي موجود عندكم او البنت في الروضه لا يعني هو اذا احنا بنيه حق الموضوع هذا ضروري جدا ان يكون في تكاتف ما بين البيت وبيئه المدرسه لأن خاصه في مرحله رياض الاطفال لان بعض الاحيان خاصة بالحين ما نقدر نقول يعني نلوم الاهل او لا، ظروف العمل الوالده او الوالده يقضون فترات طويله خارج المنزل فممكن ما يكون عنده الوقت الكافي في انه هو يكتشف طفله في في شنو مثلا عنده موضبة الا لما يتقاعد اي ممكن ترى اي فعلا فاحنا او بالويكند احيانا او بالويكند مثلاً او بالويكند يعتمد على الاهل وطريقتهم بالضبط في التربيه يعني هذه هي، فممكن المعلمه هنا يكون دورها احيانا تنبيهي للاسره مثلا يا ابو فلان ترى لاحظنا عند ولدك مثلا الموهبه الفلانيه او الشغله الفلانيه او ايش ودنا نشرك ولدك او بنتك نفس الشيء مع الام يمكن معلمه الروضه تتواصل اكثر مع الوالده خاصه الحين بالفتره الاخيره قام اخر السنوات الاخيره قام يصير اللي هو دخلنا في وسائل التواصل الاجتماعي سواء الانستغرام التواصل مع, الأسر يعني أي مع الاسره مع الطلبه أي فقاعد ينعمل يعني حتى الادارات قامت تخصص مثلا معلمات معينات يتواصلون مع الاطفال او عفوا الاهالي من خلال برامج الانستغرام في بعض المدارس مشت السناب في بالاضافه الى هم نفس المعلمات يسوون طريق الواتساب يعني اشوف مثل عيالي المدرسات حاطه مجموعه وحاطه الامهات إيه. كلهم معاها وعلى طول اي شغله إيه. على طول اي فعلا هذا هو اللي حاصل نوعا ما يقرب يعني ما بين البيت وما بين بيئه المدرسه، بالاضافه الى انه هو يساعد وايد في انه يعني عشان توصل مع هذا الطفل فانت محتاج انه يعني من الجانبين، لان الطفل مثل ما هو يسمع الكلمه الحلوه ساعات من معلمته، وده يسمعها حتى في البيت من امه او ابوه، لها وقع اكبر ممكن تدفعها اكثر. التشجيع دائما يحفز صراحه، مو بس للصغير. تل عمره 70 سنه محتاج تشجيع اليوم. صح صح استاذه زينب أه اذا تكلم عن فكره اعاده تدوير بعض الاشياء مثل ما شفنا قبل قبل شوي بالفيديو اللي عرضناه عندكم في حديقه المدرسه كانت شغله جميله ساهمت فيها المعلمات أه شلون ينعكس هذا على الطلبه اللي عندكم أو شيء شلون بدات الفكره بدايتها؟ والله هي بدايه الفكره هذه اساسا ما كانت حديقه كانت ساحه مهمله مه. والمشكله انها كانت في مدخل الروضه فانزين شلون نزين او نعطي ناحيه جماليه حق المكان فكرت فيها مع معلمه سين من المعلمات قلت لها والله يبي لنا درامات اللي مكتوطه بال يبي لنا منهم قالت لي خلاص انا اوفرها لك ان شاء الله واجيبهم معاك يلا مره واحده تواير جابت لنا تواير قلنا احنا نزرعها كبر المشروع اي قلنا نلونها ونصبغها و معلمة حنان يوم شافت الشغلات كانت تقول انا بصراحة هي تقدمت فكرتها قالت انا بصراحة عندي فكرة وحابة انفذها اذا تسمحي لي من ناحية جمالية ومن التواير ما شاء الله نشوف أي. على الهواء يعني, الجو يعني الجو آه اشكال جمالية حلوة آه للامانة احنا بدأت بس ان نبي نسوي شوية رتوش يعني بالبداية رتوش, رتوش هي يوم شافت كانت تقول انا عندي فكرة وابي اسوي في هالدرامات كذي وابي اسوي في هالتواير وابي اضيف وابي احط يلا قاعدة خلينا نشوف ترى كذي وكذي وكذي يعني ابي احط واسوي وكله اعاده تدوير، نبي نستخدم الاشياء اللي مقططه برا اللي ما قاعد يستفيدون منها او بتنقط ونستفيد منها. قلت ليش لا؟ لان هذه اساسا ترى مو حديقه الروضه، حديقه الروضه من الخلفيه. هذا اعتقد صارت احلى من الحديقه. اي ف بصراحه استاذه حنان ما قصرت يعني عطتنا الأفكار وهي اشتغلت بيدها وساعدنا آه هاوي كويتي يعني ما قصر لأنه تدري بالحديد والقص وهذا مم. اللي هو أستاذ عبد اللطيف اسيري يعطي الف الف عافيه يعني وايد وايد تعب معانا وساعدنا بالهاي وطبعا صراحه الايد اللي نفذت معاه هذا حنان يمكن اعتقد راحت اليابان وشافت الفكره <applause> وطبقتها بالكويت هذا هذا الفايده من السفر صراحه <applause> الانسان اللي يستفيد من السفر في هالشغلات انت فعلا جبتها من اليابان عاد اي جبتها من اليابان اي صنعها في اليابان <applause> صنع ونفذت <ولو> في, <applause> في الكويت لا هي كانت الفكره في زياره سنه 2011 قضيت الصيف هناك فحضرت معرض فكان من ضمن عفوا متحف فكان من ضمن المتحف هناك كانوا دائما يسوون مثل حلقات حق الاطفال دائما في دور حق الطفل في المكان فكان في مثل مكان صغير تجمع فيه مدرسه اي طفل مع امه او ابوه جاي المتحف يدعونا ان اذا تحب تشارك معنا تفضل هذه الطاوله موجوده وحاطين لك ادوات كلها مستهلكات يمكن احنا ابلات الروضه قاعدين نسوي هالشغله فكان من ضمنها بطول ماي وشغلات كذي فكانوا يقولوا لهم طبعا بالياباني بما ان احنا كويتيين طبعا هم اللغه الانجليزيه كانت معدومه فكانوا لبيب الاشارات يفهموا فكان من خلال الشرح يعني فالمهم آه لاحظت ان اغلب الاطفال ومن ضمنهم اختي الصغيره كانت حزتها سبع سنين استمتعت جدا في اعاده يعني صناعه هذا الشيء اللي هو بطل الماي نعم. واغلب الاشياء اللي كانت موجوده هي مستهلكات موجوده في البيت وسهله وتوفر اثناء العمل كان في متعه لان الطفل قاعد ينتج شيء من لا شيء او حتى انه هو قاعد يصنع من المالوف شيء م -م. غير مالوف صحيح تعلم الطفل اثناء اللعبه او تكوين هذا الشغله تعلم شغله وايد حلوه انه هو شلون يحافظ عليها وشلون يفتخر انه هو انتج شيء فصار عنده نوع من يعني خلينا نقول ابداع مشروعكم انعكس على الطلبه اللي عندكم بالضبط توب. صحيح استفادوا منه إيه. عندنا بعدين متعه لما هو يسوي لعبته لما يسوي شيء بروحه او انه آه الحين عندنا لقى يعني شيء ما له قيمه وياكل ما له قيمه مهمل وسوى منه هو بيده صنعه يعني انا اتذكر الطفل عبد الله اللي من آه فصل ثانيه آه آه اول عند المعلمه حنان يعني اصر انه أهو بروحه يجيب لي اللوحه اللي هو ما فيها مع ابلته يعني تحفيزه و هذا <applause> بالمره <applause> يعني كل ما يشوفني ابله زينه بتذكري انا جبت اللوحه <applause> ما ينسى <ينزل تصفيق> و... اي وطبعا و... انا استانست فيها وحطيتها بالغرفه ف وايد بمكتبي يعني وايد استانست الطفل ان هذه شغله وهو بيقدمها حق المديره نعم. فما بالك الحين المعلمات ماشيين يعني بيسوون شغلات من صنع ايد الاطفال حق امهاتهم نعم. هذا بصراحه يعني احلى انا تو... اتوقع يعني اذا ولدي ولا بنتي يجيبوا لي هالهديه احلى هديه لان صنعت بحب على قولتك يعني استاذه زينب يعني كل ما شافت وقلت ابله ايه ترى انا اللي سويت اللوحه ايه الفلانيه يعني ابد لو يقول كل يوم عادي ما عندي مشكله يفتخر الطفل يفتخر يعني حتى في شغله انا بس يعني ملاحظه احنا غرفه الانتظار الاطفال مطله على الحديقه فخلال الايام اللي كنا نشتغل فيها فهم يجون مثلا اغلب العمل كان يتم العصر زين فيجون الصبح يجون يطالعون او شالوا هذا حطوه هني مثلا الاطفال يعطون ملاحظات وهذا هذا شنو تسوون فيه انتبهون ابله شنو راح تسوون في هذا ابله ليش حطيتوا هذا كذي؟ اذا ابله حطوا كذي يعني قام يعطون حتى آه افكار افكار لانهم قاعد يشوفون هذا الشيء فتخيل ان الطفل هني لما قاعد يشوف قاعد يرجع البيت قاعد يتناقش مع اخوانه حتى إن هو خذ تصور يمكن هو ما مارسه بايده بس هو شافه في مدرسته وهو بالنسبه للطفل مدرسة شيء هذا التحفيز اللي احنا نتكلم عنه بالضبط احنا امانه آه سعدنا بوجودكم اليوم معنا استاذه زينب واستاذه حنان اذا في كلمه اخيره وتكون توضيح لما هو قادم هل عندكم مشاريع جديدة ممكن يستفيد منها الطلبة حتى لو كانت إعادة تدوير وغيرها يعطيك العافية على الاستضافة وأحب اكمل هو ان شاء الله المشروع هذا راح يستمر مع الاطفال بحيث ان باجي المشروع احنا هذا مو مو كامل يعني هاي بس الأول باجي شغل باجي الشغل شغل الاطفال راح نخليهم هم معنا يساعدون يسوون يعطونا حتى افكار آه خصوصا عندنا الركن الشعبي هم شغل آه هم مستهلكات وشغل ايد يعني فراح ولمسنا الاهالي وايد استمتعوا في هالركنين فهم الاهالي راح نطلبهم يساعدون مع حلو. عيالهم يساعدونا في الناحيه التجميليه حق الروضه حلو، كلمه الاخيره طيب اللي اوجهها رساله حق جميع المدراء في المدارس مه. ادعموا الابداع عند موظفينكم على كل المستويات سواء الموظف هو اداري، سواء هو فني وخصوصا المعلم اعطوهم الفرصه اعطوهم الجو اخلقوا لهم بيئه ايجابيه عشان يبدعون ما هل. شاء الله مواهب يعني شبابنا الكويتي صراحه موهبه والله مبدعين بكل المجالات بس مثل ما قلت عطل بس الجرين لايت وشوف شو يسوي لك م -م. ثواني كلمه اخيره كلمتي هي وجهة لكل انسان على ارض هذه الكويت الطيبه اللي اعطتنا وايد ابدع ولا تنطر النتيجه نعم بادر ولا تقول انا ابي، سواء من ادارتك في عملك او سواء حتى من الناس لا تنطر كلمه شكر، ولا تنطر حتى نظره الاعجاب فيك. نعم. انت اقدم بالخطوه هذه يعني بصراحه يعني يمكن انا بقول لك انا شغله انا يعني شخصيه يعني بقول لك اياها لما الواحد يشتغل وينتج في شيء، والله في النهايه انه يمس ديرته او يمس مكانه، يحس بالانتماء. فعلا يعني هذه هي كلمتي اوجهها حق كل انسان هذه اجمل رساله ممكن يوصلها فعلا فالكل فعلا. يعني فعلا. اعمل ولا تنتظر مقابل، اعمل لانك انت تريد ان تنتج شيء يجعلك آه يعني قدمت شي. قدم شيء قدمت له نعم. شيء لهذا الوقت فعلا. اشكركم فعلا. جدا استاذ زينب علي استاذ احنا اندشتي كل الشكر لكم وان شاء الله الله يوفقكم في مشاريعكم القادمه في الروضه ونشوف <applause> ان شاء الله مو بس الطلبه حتى مثل ما قلتوا اولياء الامور مشاركين من خلال هذه الانشطه وهذه الفعاليات اللي عندكم مشاهدينا انتهت هذه الفقره ولكن عندنا فقره جميله جدا مع فنان مبدع جدا صوته اعتقد يرن اليوم في اذن كل شخص عمره في الثلاثينات والاربعينات شوفونا بعد الفاصل